وفعلا الصفوف كلها مكتمله ديال فريق الرجاء البيضاوي، فجميع اللي كانوا عندهم اصابات بيان سور بطبيعه الحال رجعوا من تعافوا من الاصابات ديالهم، فالفريق كله يعني المجموعه كلها جاهزه للمقابله ان شاء الله يوم الغد، فما كاين حتى شي غيابات وما كاين حتى شي اصابه في الصفوف اللاعبين، فاذا 100% ديال 100% ديال الفريق هو جاهز ان شاء الله للمقابله ديال الغد ان شاء الله.